طبعا يا مشاهدينا الكرام، هذا الجزء من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية وتبعات ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات إسرائيلية لسيادة الأراضي الفلسطينية، ومطالبة الحضور بأن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والحصول على حقوقه المشروعة الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الدينية. في هذا الإطار ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ حسن عبد ربه، الخبير في شؤون الأسرى من بيت لحم. أستاذ حسن، مساء الخير. مساء الخير لكم والحرير الأسرى والرحمة للشهداء، أهلا بكم. نظرا لمتابعتنا لجلسات استماع محكمة العدل الدولية، يعني كيف ترى صدى هذه الجلسات حتى هذه اللحظة وهذا اليوم؟ نعم، يعني هذه الجلسات هي تعبير عن التفاف المجتمع الدولي بكل أطيافه بشكل عام، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وهذا الموقف ليس غريبا على المجتمع الدولي في نصرة الشعب الفلسطيني، بالرغم من بعض الأصوات التي تتماهى مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن المجمل العام والرأي العام في هذه الجلسات هو تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والخلاص من الاحتلال، وحقه في تقرير المصير، وأهمية الوقوف في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة إنهاء هذا الاحتلال من خلال تمكين الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وبالتالي ما يجري من جلسات واستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي هو تعبير عن هذا الوفاء لنضالات وعذابات وأوجاع وألام الشعب الفلسطيني وتطلعه للعيش بحرية وكرامة في وطنه. ولكن هذه الجلسات حتى الآن لم تصل إلى النتيجة المأمولة والمرجوة، وهي اتخاذ إجراءات وتدابير رادعة للاحتلال الإسرائيلي ومساءلته، والمطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وبموقف ينهي هذا الاحتلال. وهذا يحتاج إلى تدابير سياسية أكثر ما تكون من إجراءات وموقف يصدر عن محكمة لاهاي، سواء كان بقرار أو برأي استشاري. ولكن في المجمل العام هذه الجلسات ننظر إليها بشكل إيجابي يخدم الحق الفلسطيني في وطنه وفي الخلاص من الاحتلال أسوة بشعوب العالم قاطبة. طيب أستاذ حسن، من محادثات باريس ومن البنود التي أعلن عنها في الاتفاق أو صفقة التبادل المحتجزين ما بين إسرائيل وحماس وتصريحات الشد والجزم بين الجانبين، يعني كيف ترى مصير هذه الصفقة من الشد والجزم بين الطرفين؟ نعم، يعني كل عملية تفاوض على أي موضوع من المواضيع ما دام هناك طرفين متناقضين، وهو طرف المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، بطبيعة الحال هناك تباين وهناك فجوات كبيرة. ولكن هنا يأتي دور الوسطاء والأشقاء في مصر وفي قطر، وأيضا هذا الحضور للولايات المتحدة الأمريكية، كل ذلك أعتقد جازما بأنه سيدفع باتجاه بلورة هذه الصفقة في نهاية الأمر، وسيكون هناك عملية تبادل في المدى المنظور. قد يستغرق ذلك بضعة أسابيع قليلة جدا حتى حلول شهر رمضان الفضيل مع بداياته، ولكن في المجمل العام هذه الجهود يجب أن لا تذهب سدى، ونحن نتطلع كفلسطينيين إلى أن يكون هناك صفقة لتبادل الأسرى اليوم قبل الغد، لأن لدينا أسرى في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مضى على اعتقالهم أكثر من 30 و35 عاما في الأسر بشكل متواصل. لدينا اليوم أكثر من نحو 10,000 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم أكثر من 600 أسير مضى على اعتقالهم أكثر من عقدين من الزمن، أكثر من 20 عاما متواصلة. وهناك قرابة 600 أسير فلسطيني محكوم عليهم بالسجن المؤبد مدى الحياة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي نحن نتطلع إلى إنجاز هذه الصفقة كمرحلة أولى، ليعقبها أيضا دفعات أخرى تنتهي
إغلاق بالإفراج عن كافة الأسرى من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يتطلع له جميع الفلسطينيين اليوم. طيب أستاذ حسن، بماذا تفسر تصريح نتنياهو أن على حماس أن تنظر في شروطها، باعتبار أن هناك بعض الشروط غير المنطقية أو غير الواقعية؟ هل إسرائيل هنا ترى أنه محتجز أمام 10 أسرى فلسطينيين؟ هل حضرتك تعتقد أن هذه هي النقطة؟ يعني هذه النقطة لا تتشكل عقبة هناك على ما يبدو القبول الإسرائيلي بها، وهي اعتقد ان الاشكاليه في هذا الموضوع ان الاحتلال الاسرائيلي لا يريد ان يوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، ولا يريد ان يوقف المجازر والمذابح التي يمارسها والتدمير والقتل والتخريب والاعتقالات المستمره ليلا نهارا من محافظات الوطن في الضفه الغربيه وفي القدس وفي قطاع غزه. معادله 10 مقابل 1، هذه المعادلة فقط هي مقتصرة الآن على هذه المرحلة، والتي تشمل ما بين 35 إلى 40 أسيرا إسرائيليا من المدنيين، سواء كانوا كبارا في السن أو مرضى أو نساء. ولكن بطبيعة الحال عندما يكون الحديث عن ضباط وجنود جيش الاحتلال الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فأعتقد جازما بأن الأمور ستختلف بشكل كبير جدا، وسيكون الثمن الذي تدفعه السلطات الاحتلال الاسرائيلي مقابل الافراج عن هؤلاء الاسرى الاسرائيليون سيكون اكبر بكثير من هذه المعادله، لان هذه المعادله لا تفرج الا سوى عن بضع مئات، نحو 300 الى 400 اسير فلسطيني، وهذا ليس هو المامول من عمليات التبادل. المامول هو الافراج عن كافه الاسرى والاسيرات الفلسطينيين من سجون الاحتلال الاسرائيلي. نتنياهو كما هو معلوم ويعلم العالم اجمع انه لا يريد دفع ثمن لهذه الجرائم، بما في ذلك قضايا تبادل الاسرى كما هو مطروح اليوم، وهو يحاول اطاله امد الحرب وان يقلل قدر المستطاع من الثمن الذي يدفعه كاستحقاق لهذه المفاوضات. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ حسن عبد ربه الخبير في شؤون الاسرى، كنت معنا من بيت لحمه.